من غير ما نعلي صوتنا نقدر نوصله، علشان عارفين حقوقنا هدفنا هنوصله، حقنا صوتنا تسمعوه كلامنا تفهموه، الكلام ما عادش تهنا، ده اللي بيتكلم باري واللي بيتكلم جاري، احنا دي ما عادش واحد جبنا حر واعي وفاهم، واحنا الجيل الجاي اكيد حريتنا مش بعيد، احنا دي ما عادش واحد جبنا حر واعي وفاهم، واحنا الجيل الجاي اكيد حريتنا مش بعيد، بالكلام نعلن حقنا بالسلام نبدا كلنا، بالكلام نعلن حقنا بالسلام نبدا كلنا، واللي عايزين يفهمونا يسمعونا اسمعونا. ازيكم؟ في كرة لحد دلوقتي ما دخلهاش ولا مية ولا نور ولا صرف صحي، وكمان مصر مليانة أطفال كتير مش لاقيين مدارس يروحوها. انتوا عارفين ان لحد دلوقتي لسه في كرة بيتخلط فيها مية الصرف الصحي مع مية الشرب؟ اصلا في اماكن كتيرة في مصر مش موجودة على الخريطة، ده حتى مفيش طرق ممهدة ان احنا نوصل لها. معظم الاماكن دي موجودة في صعيد مصر، بالرغم من مساحته اكتر من 45% من مساحة مصر كلها، الا وان التنمية فيه قليلة جدا. النهاردة هنكلمكم عن حق الصعيد في التنمية، لكن قبل ما نكمل كلامنا تعالوا نروح نتعرف على أصحابي وقرية عرب المدابغ بأسيوط اللي ساعدونا في تقديم الحلقة دي. محمود عبد الجاي 16 سنة بحب كرة القدم. أمال رمضان 16 سنة نفسي أطلع محامية. كريم محمد عبد الحافظ 16 سنة بحب الكمال أجسام. عايدة سعد 16 سنة نفسي أطلع دكتورة أطفال. محمود مرسي محمد 18 سنة بحب السواقة. آية عاطف جمعة 16 سنة بحب لعبة الكاراتيه ونفسي أطلع مدربة كاراتيه. كيك مصطفى عبد المنعم 16 سنة بحب السباحة. سمر حمدي 16 سنة بحب القراية نفسي أطلع محامية. أنا يمنى. وأنا آية. وأنا هاني. وأنا أحمد. التنمية هي إحداث تغييرات جذرية في المجتمع بهدف تطويره وتحسين استخدام الموارد، وده عشان مجتمعنا يكون قادر على إشباع احتياجات سكانه وإرشاد استخدام الموارد. محتاجين نعرف هل الناس عارفة إيه المشاكل اللي بيعاني منها الصعيد وإزاي ممكن نحلها؟ وهل في أضرار ممكن تحصل في مصر لو ما حصلش تنمية في الصعيد؟ سمر ومحمود عملوا لنا تقرير عن التنمية في الصعيد، تعالوا نروح نشوفه ونرجع تاني. ونزلنا الشارع عشان ناخد آراء الناس في حلقة النهاردة، تعالوا نشوف هيقولوا ايه. يعني ايه تنمية؟ تنمية يعني نماء، يعني تحديث، يعني رفع للأحسن، يعني تطوير. تنمية يعني ازدهار، يعني تطوير مشاريع. التنمية هو يعني كيف أنمي في البلد وأطور فيها وأزود من مشاريعها. تنمية مجتمع، تنمية عقول بشرية، تنمية أفكار، ازاي أطور من المجتمع بتاعي وأجدد فيه وخليه للأحسن. تنمية موارد في البلد، يعني زي شركات زي مصانع، يكون فيه عمالة، يكون فيه تطوير. التنمية هي تغيير وضع سيء لوضع إيجابي أو وضع أفضل من هو عليه. تحب تقولي للمسؤولين عن التنمية في البلد؟ إنهم هم يجوا يساعدونا بأدواتهم وإمكانياتهم في تطوير هذه البلد. عايزين نعمر بلدنا. أحب أوصل لهم يعني اللي هم ياريت يبصوا للبلد وعشان يحصل فيها تنمية ويحصل فيها يعني تقدم. عايزين إن يحسوا بينا ويعني ويستهموا بينا ونبقى عايشين زي أي حد عايش كده، زي الناس كلها اللي عايشة. لا، التنمية هنواتي ضعيفة في الصعيد خالص، ما حدش بتصلها. ياريت يعني المسؤولين يحسوا بينا ويبدأ يعملوا فعلا في التنمية. أقول للمسؤولين ينزلوا من عن مكاتبهم ويجي يشوفونا احنا هنا ويشوفوا قريتنا ويهتموا بينا شوية، لأن المسؤولين بعيد عننا خالص. إزاي الواحد يقدر يشارك في تنمية بلده ومجتمعه؟ شعار في الحياة أشارك، إذن أنا موجودة أشارك في كل شيء. بالجهود الذاتية، بالأيدي العاملة، كمان يساعد ماديا اجتماعيا، يشارك بمجهوده بسواعده، طلب منه مثلا يساعد في نظافة البلد، يساعد يشوف اللي نقصه البلد ويبلغ بيه المسؤولين عشان تقدر توفر في الحاجات دي في البلد. أشارك بنفسي، أبدأ أنا بنفسي اللي أقدر عليه، أبدأ بنفسي وبأولادي. ما احنا عايزين نشارك. طب مش الحكومة تبدأ الأول عشان نشارك؟ تبدأ الحكومة في الأول وإحنا وراها. انتوا عارفين ان صعيد مصر اكتر مكان محتاج للتنمية، لان الحرفة الاساسية فيه هي الزراعة، يعني هو مصدر الغذاء في مصر كلها.
مش بس الزراعة يومنا، في مدن تانية في الصعيد زي مثلا الأقصر وأسوان ليهم أهمية سياحية كبيرة جدا. يا جماعة احنا عمالين نقول تنمية تنمية تنمية، طب يا ترى ايه الحاجات الأساسية اللي الصعيد محروم منها ومحتاج تنمية فعلا؟ أعتقد يا آية إن الإجابة على السؤال ده هنعرفها من خلال الفقرة اللي جاية اللي أعدوها لنا أصحابنا من عرب المدابغ في أسيوط. تعالوا مع بعض نشوفها ونرجع تاني. بالرغم من ان مساحة الصعيد 45% من مساحة مصر، يعني اقل من نص بحاجة بسيطة قوي، الا وان سكانه 30% بس من سكان مصر كلهم. تعرفوا كمان يا جماعة ان في ان قرية بندار الرملية في محافظة سوهاج دي من افقر القرى في مصر، وكمان دي بيبنوا بيوتهم من طوب اللبن، وكمان ما عندهمش ظرف صحي. انتوا عارفين ان منطقة الصعيد اصلا من اكتر المناطق الطريدة للسكان في مصر، وده بيسبب يا احمد ازدحام كبير قوي في مناطق الوجه البحري. من اكتر المحافظات الطارده للسكان في الصعيد اسيوط واسوان وقنا، القاهره لوحدها فيها 20% من سكان مصر. عندنا اخبار تانيه كتير عن الصعيد هنروح نشوفها في الفقره اللي جايه، تابعونا واسمعونا. اهلا بيكم في نشره جديده واسمعونا. اول خبر مع راندو. اعلنت سامسونج مصر الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات عن إطلاق حملة جديدة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية في مصر بتنمية المهارات التكنولوجية لشباب وأطفال الصعيد تحت مبادرة سامسونج هوب فور تشيلدرن، بهدف منح شباب وأطفال الصعيد كل الأدوات الضرورية للتواصل اللي هيخليهم أعضاء نشطين في المجتمع عن طريق التعبير عن كل اللي بيدور في عقولهم بحرية، وده بالتعاون مع جمعية الصعيد للتربية وللتنمية، ولتوفير أحدث الأدوات والبرامج التكنولوجية لمدارس الصعيد واللي بتعتبر من أكثر المناطق احتياجاً. تاني خبر مع هيدي. نظم البرنامج العربي بالتعاون مع مؤسسة كونراد إيدناور صالونه الثاني من سلسلة صالون نشطاء بقنا، واللي اتكلموا فيه عن قضايا ومواضيع كتيرة بتخص الصعيد، من أهمها تنمية حقوق الإنسان في الصعيد والمجتمع المدني بين العاصمة والجنوب. وبكده نكون خلصنا نشرتنا النهاردة، استنونا واسمعونا. زي ما بنتكلم عن تنمية الصعيد وقد هي حاجة مهمة جدا، لازم برضو نبص على نفسنا شوية ونشوف ايه اللي فينا محتاج لتنمية. عندك حق يا هاني، انتوا عارفين ان جسمنا محتاج تنمية بالرياضة، وعقولنا محتاجة تنمية بالقراية، ومهاراتنا محتاجة تنمية بالتدريب والتمارين. تعالوا نشوف الفقرة اللي جاية وازاي نقدر ننمي اجسادنا بالرياضة، وايه اللي هنتعلمه وايه اللي هنحققه. اهلا بيكم معانا في لعبه سباق الاقماع. اللعبه بتاعتنا دي بتتلعب بالشكل اللي حضراتكم شايفين، فريقين واقفين على جناب وفي في النص كونز، واول ما بصفر الفريقين بيجروا، كل واحد بياخد كونز واحد بس، لو حد خد اتنين كونز بيطلع بره، لو حد خد كونز برجله بيطلع بره. اطلع بره عشان انت خدت الكونز برجلك. We'll be right back.
مبروك للفريق الاخضر كسب معانا، هارد لك للفريق البرتقاني. انا حابب اعلق على حاجه، الفريق البرتقاني مش مره واحده على فكره بس مرتين ثلاثه كانوا بيتزحلقوا برجليهم عشان ياخدوا الكونز، وده كان بيبقى يعمل خطوره على الفريق الثاني، وفي لعيب من الفريق الاخضر اتخبط. مش ده هدف اللعب بتاعنا او مش ده هدف الرياضه بتاعتنا، الهدف ان انا اطلع من هنا ابقى اتعرفت وكسبت صاحب عن ان انا اكسب جيم. الفكره الاساسيه في اللعبه ان انا لازم ابقى مركز على الهدف بتاعي، انا بجري على الهدف بتاعي وفي واحد تاني بيجري عايز ياخد الهدف بتاعي، المركز اكتر واللي مش بيبص ايه العوامل اللي بتاخره هو اللي بيوصل. ركز على الهدف بتاعك هتوصل. عايزين تعرفوا ايه مشاكل اهل الصعيد، وكمان عايزين تعرفوا ايه اللي يخلي الصعيد طارد للسكان، عايزين تعرفوا ايه نتائج الاخطار اللي بتواجه مصر بسبب عدم اهتمامنا بتنميه الصعيد، عايزين تعرفوا انتوا كل اجابات الاسئله اللي سالتوها دي. تعالوا نروح نتفرج على فقره الدراما اللي عملها لنا صحابنا من قريه عرب المدابغ في اسيوط ونرجع تاني. السلام عليكم يا عم حسونه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج عوضيه. شكرت الكمية وصلت ثمنها كام؟ ب 180 جنيه. 180 جنيه؟ ليه بس؟ ده السنة فاتت الجبة ب 80 جنيه. هي أسعارنا كده، السعر نازل علينا كده، هنعمل إيه؟ يا حول الله يا رب، 180 جنيه شكرا الواحدة، الدنيا جرى فيها إيه؟ الواحد يزرع إزاي كده؟ يا حول الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه فرج؟ مالك؟ الواد محمود عيان يا عوضيه، وهو معدي جنب الغيط كان له كم حبايه قوطه، ومن ساعتها هو ماسك في بطنه وعمال يقول ودونا عند الدكتور ودونا عند الدكتور. تعب من اكل القوطه يا مالها؟ لا هو انت ما تعرفش اللي حصل في البلد، مش ميه الصرف الصحي دخلت على الميه اللي بنروي بيها الارض والمحصول كله باظ. يا حول الله يا رب، يا المحصول كله السنه ده يطلع بايظ. طب ولدك مش توديه الوحده الصحيه؟ ما انا دايخ بيه، رحت بالوحدة الصحية، دكتور الوحدة الصحية يوم يجي وعشرة لا، وكمان ناس ياما مش عارفين مين يكشف ومين يستنى، وكمان ما فيش دواء. طب وانت هتعمل ايه؟ مش عارف يا عوضيان يا اخويا، انزل مصر بقى، المهم نلحق الواد. ألف سلامة عليها، ألف سلامة. الله يسلمك. يا بابا يا بابا، شفت أنا جبت كام في الامتحان؟ كام؟ جبت الدرجات النهائية. ساتر يا ربنا يوفقك دايما يا بت. انا عايزه يا اما اكبر اخش كليه الطب. ما انت عارف يا بت مفيش في البلد كليه طب ولا حتى مدرسه سنه، وانا مش عايز احنك من حاجه، وادك شايف الظروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا حاج ابراهيم. رايح ايه يا عم من كوبتين شاي؟ مالك يا عوضيه شكلك مش كويس ليه؟ نعمل ايه بس يا ابراهيم اخويا، الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. ليه بس احكي لي. مية الري ده عليها مية مجاري، يعني الزرع كله هيبوظ لو زرع. والكماوي وصل ثمنه 180 جنيه شكار، يعني هدفع كد كده عشان ازرع والمحصول يطلع بايظ وما فيش مكسب. يا حول الله يا رب. ده غير كده ان البت لو تعبت ولا جرى لها حاجه لا قدر الله، ما فيش هنا في الوحده الصحيه حياه صفر ولا حتى كليه ندخلها لها، والواحد حاسس انه لو قعد هنا هيبقى موت وخراب ضياع. وانت ناوي على ايه دلوقتي؟ أنا اللي قاعدني أنا بالصعيد، أنا أسافر مصر على الأقل هناك لك مستشفيات نظيفة وكلية البنت تخشها. طب وأرضك؟ أرضي بس يا إبراهيم يا أخويا، هو في حد هيحط فيها مليم بعد اللي بقولهولك ده؟ أنا هسيبها وأمشي. الدولة عندها خطة لتنمية الصعيد ولا لا؟ وإيه هي الخطة دي؟ كمان عايزين نعرف إيه أولويات الحكومة في تنمية الصعيد؟ وإيه اللي بيخلي الاهتمام بالصعيد دايماً مش واضح ومحدش بيحس بيه؟ سؤال كمان، عايزين نعرف إيه هي مراحل التنمية؟ يعني هي مثلاً بتتم على خطوات ولا بتبقى خطة كاملة لعمل تنمية في مكان ما؟ طيب إيه دور الشباب في التنمية؟ وإيه المشاكل اللي بتواجه عملية التنمية كلها؟
طيب الاسئله دي كلها واسئله غيرها كتير هنعرف اجابتها من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا في الفقره اللي جايه. تعالوا مع بعض نشوفها ونرجع تاني. بنرحب بضيف حلقتنا النهارده الدكتور عبد الله المأمون، باحث بمركز الارض لحقوق الانسان. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ليه الصعيد مش واخد حقه في الاهتمام بالتنميه زي بقيه المحافظات الاخرى؟ والله لسببين. السبب الاولاني البعد الجغرافي، يعني يمكن حضرتك عارفه الدلتا مروحه، ساحل البحر المتوسط بيبعد عن القاهره 200 كيلو. 200 كيلو دول يا دوب يوصلوني بني سويف، انا محتاج عشان اوصل اسوان اكتر من 900 كيلو. فالبعد الجغرافي نمرة 2، التوجه الطبقي للنظام، وبالتالي كل ما يدوروا على أو يفكروا في تطوير أي مجال من مجالات حياتنا على الإطلاق كانوا يفكروا في التطوير الرأسي مش الأفقي. إيه الخطط يا دكتور اللي كانت مفروض تتعمل عشان تحصل تنمية في الصعيد وما حصلتش؟ يعني أنا عملت السد العالي في جنوب مصر وبالتبعية في جنوب الصعيد، لم يستفد الصعيد من مية السد العالي إطلاقا في استصلاح أي مساحة من الأرض الزراعية يستفيد منها الفلاح. حتى لما فكروا في مشروع توشكا باعوه للعرب وللمستثمرين ما استفادش منه الصعيد. مشروع فوسفات ابو طرطور من المشروعات اللي ممكن تعمل عندي ثوره في مجال التشغيل والتوظيف والتصدير والتصنيع، ما حدش مهمل بقاله 30 سنه متعثر، كل ما يقوم من مشكله يقع في مشكله. لغايه النهارده سمعت اخيرا انهم ناويين ينشطوا المشروع، ما حدش استغله. ايه الدور المطلوب يا دكتور من الحكومه عشان تنمي الصعيد؟ هو بصفه عامه تنميه الصعيد هيبقى مشروط او مرتبط بتنميه مصر كلها، صعيد وبحر وابلي ومدن وريف عايزين حكام مش موظفين على كل المستويات، من رئيس الجمهوريه لغايه رئيس مجلس المدينه او رئيس المجلس القروي. عايزين حكام عندهم رؤيه، حكام عندهم استراتيجيه، ناس بتفكر تعمل ايه، ناس بتفكر تستغل امكانيات المنطقه اللي هم موجودين فيها على مستوياتهم المختلفه في سبيل احداث نهضه بصفه عامه، وخصوصا بقى في الصعيد لو بصوا لها من وجهه نظر انها حق من حقوق البشر، حق من حقوق الانسان انه يعيش كإنسان. عايزين نعرف بقى مقترحات حضرتك عن التنمية في الصعيد الفترة الجاية. والله شوف هقول لك حاجة، كل إمكانيات التنمية متوفرة في الصعيد. أنا عندي مساحات من الأرض قابلة للاستغلال، والمية موجودة، ولا عذر بالمناسبة لكل الهيجان اللي هم عاملينه بخصوص مية النيل وسد الألفية وإثيوبيا، والكلام ده كله لا أساس له من الصحة. عندي الأودية الجافة، والأودية الجافة دي بتبقى جافة طول السنة، لكن في موسم الشتاء بيبقى فيها مية، وخصوصا لما بتسقط أمطار بتعمل كوارث في الصعيد. عندي شواطئ بحيرة ناصر، ليه مفيش مشروع لاستخلاص الطمي من البحيرة؟ ليه مفيش مشروع سمكي يستحق الذكر في أسوان؟ ليه مفيش مشروع تصنيع سمكي في المنطقة؟ ليه أهالي النوبة وهو لهم مشكلتهم التهجير بعد البحيرة ما غرقت أراضيهم وقاعدين في سهل كومومبو، منطقة ضيقة جدا وفقيرة جدا؟ طب ما أنا عندي أراضي توشكا واتباعت ورجعت، طب الأرض اللي رجعت ادوها، يبقى أنا عندي زراعة وميتها متوفرة، عندي محاجر زي بقول لحضرتك في بني سويف، في المنيا، في أسيوط، كل دي فيها محاجر ممكن جدا يقوم عليها صناعه حجر كويسه. عندي الحديد موجود في شرق اسوان، عندي المنجنيز موجود في منطقه حلايب. سؤال يا دكتور، هو احنا ازاي كافراد نغير الصعيد او نغير فكرتنا عنه؟ اللي انت بتعمله دلوقتي انت بتغير. الناحيه الاعلاميه هي بدايه الطريق الصحيح لتوجه النظام جهه الصعيد. النقطه الثانيه الدور بقى على منظمات المجتمع المدني، ولو تلاحظ هتلاقي منظمات المجتمع المدني اغلبها بتبحث في قضايا الديمقراطيه ونظم الحكم والدستور والى اخره، اما المنظمات اللي هي بتدور على الحق الفرد اقتصادي واجتماعي قليله جدا، وحتى ديت بتبقى محصوره في القاهره. دكتور عبد الله المأمون بنشكرك جدا على حضورك معانا النهارده، وبنشكركم على متابعتكم لينا. حاجات كتير قوي بنتعلمها لما بنشتغل مع بعض ونشارك بخبراتنا، لان في الاخر الهدف واحد. ولو اللي عندك قليل او موهبتك بسيطه فخليك فاكر ان اللي عندك مش عند ناس كتير. كل واحد فينا مختلف، بس المهم نتعلم من بعض.
وخليك فاكر انه لو انت ساهمت ولو بجزء صغير فده هيفيد اللي حواليك والمجتمع.